ملتقى المبدعات العربيات نجح في خلق جسر للتواصل بين سفيرات الإبداع في الأمة، وسلط الضوء على الدور الذي أدته المرأة عبر العصور لتحقيق إنجازات مهمة ومواجهة تحديات كبيرة في شتى المجالات. بندعم المبدعات، وانا بحيي حقيقه اللجنه لان اختيارات التكريم النهارده رائعه في اكتر من مجال، لان الابداع طبعا يعني واسع وبشكل كبير جدا، فالنهارده العناصر كلها مشرفه. اهميه هذا الملتقى وحين اطلقناه من بيروت بغايه لم شمل هذه الامه العربيه عبر المراه الام. فالمرأة الأم إذا كانت مبدعة في مجال العلم والمعرفة فكما يقولون خيرا على خير، لأن المرأة اليوم هي اخترقت كل الحواجز. الملتقى الثاني للمبدعات العربيات حرص على تكريم 16 شخصية من 11 دولة عربية لإسهامهن بدور مهم وفعال على الساحة العربية في كل مناحي الحياة. فكرة وامتدادها بالنسبة لي هو الشيء المثير أو المهم، تراكم المعرفة، تراكم ترابط العلاقات العربية العربية، علاقات الثقافية العربية مهم كتير بالنسبة لي، احترام المبدع أو احترام للمبدعات العربيات في كافة المجالات. طبعا ملتقى اللي موجود مثل الآن في مصر يضيء على الإمرأة السعودية وغير السعودية والعربيات اللي موجودين، ويساعدنا على التعاون مع بعض. بما أنه المرأة نصف المجتمع وهي اللي تحمل وهي اللي تولد، حتربي ابنها على كيف يغير. إحنا متأخرين وبنفس الوقت قاعدين نحاول أنه نتطور، فإحنا نحاول أنه نخلي بكرة أحفادنا أنهم يواكبون المستقبل، ونحاول نلحق على الدول المتقدمة لأنه مجال الإبداع ومجال الابتكار ما زال محدود. يتضمن الملتقى تنظيم عدد من الندوات والحفلات الفنية وزيارات لمواقع ثقافية وأثرية مصرية. بعد نجاحها في تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في جميع المجالات، باتت المرأة تمثل عنصرا فاعلا في المجتمعات العربية، ويعد ملتقى المبدعات العربيات فرصة لخلق حوار مشترك بين مبدعات الوطن من المحيط إلى الخليج. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين.